فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على مؤنديتنا في المسابقات الافريقيه بعد ما حكينا على الترجي، نحكيو على السي اس اس في كاس الكاف، هزيمه ايضا مفاجئه للنادي صفاقسي على ميدانه في صفاقس بالذات في طيب المهيري ضد شيبه القبيل، واحد بلاش هزيمه تصعب مقابله الذهاب معنا. باش نحكيو اكثر على هزيمه هذه اللاعب السابق للسي اس اس شاكر البرقاوي. شاكر اهلا بيك. مرحبا بمستمعيك في فهم. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله عايش. الحمد لله عايشك. باهي، خلينا قبل نحكي على الماتش الساعة، وينك شاكر؟ بعدت شوية على الكورة وعلى الظهور، وينك؟ والله يا سلام، أنا دابيتيد بطبيعتي مانيش ميدياتيزي، يعني مانيش برشا قليل الظهور يعني على شو منك أنت؟ والله يا سلام أي شوية مني أنا بطبيعة، مني أنا الحقيقة، وتعرف بعد الكورة سما مونك تفامي واحد بعد برشا على العائله، تعرف الكوره تاخذ برشا يعني من العمر وكل شيء، بعد شويه على العائله ومشيت لحياه اخرى يعني بعيد على الكوره شوي. بون كانت لي تجربه قصيره، مشيت عملت لي فورماسيون ديزونترنور وكل شيء، كانت لي تجربه مع سينادر الهبيري في فريق الامال، لكن تعرف في الفتره الاخرانيه فما شامبيونات في تونس وكل شيء، ان شاء الله سيزون جديده مش نعاود تجربه ان شاء الله في ليجون في نادي صفاقسي. ناوي ترجع ان شاء الله؟ ان شاء الله بقدرة ربي. يا باهي، برشا فترة هكا نتاع 5-4 ان شاء الله، وتعرف صغار وعائلة. اي ترتيحة ترتيحة صغيرة. اي خويا ان شاء الله عايشك. ان شاء الله بالتوفيق ليك شاكر البرقاوي، ان شاء الله تعمل مسيرة تدريبية ممتازة كما كانت كلاعب. باهي، خلينا نحكي شوية على السي اس اس. ظهر لي هزيمة قلت مفاجئة، انا الحقيقة ما توقعتهاش، خاصة واحد بلاش في صفاقس بالذات ضد شباب القبائل. كيف شفت المقابلة الساعة شاكر؟ والله الحقيقة انا اتفرجت على الماتش كما تويت الكل الحقيقه، تعرف احنا تفرج من الفريق جمعيته والحقيقه تربى فيها وكل شيء، لكن كريت النيفو يعني نتاع الجوار. انا تمنيت ثم رياكسيون بعد ما جيت حمادي الدو وكل شيء، صورت الملاعبين مش يعني مش عملوا رياكسيون هذا اللي بعد الماتش هذا، لكن شفت العكس تماما، شفت يعني اشبه لاعبين الحقيقه مع كيف احترامي لهم. انا الحقيقه اول مره راني تفقت الحقيقه في النيفو هذا الحقيقه، دونك هزيمة قاسية. هو شكل لا شفنا رياكسيون مع حمادي الدو، لا شفنا رياكسيون بعد البونتو. بالطبيعة تعرف جواريت ظهر لي يعني ما فماش حتى رياكسيون، تعرف يعني، وزاد ما نكذبوش معنا ظهر اللي حكينا قبل، زاد ثم نيفوت يعني ثم كاليتي زاد نتاع ملاعبية اليوم في نادي الصفاقسي الحقيقة تفقدت، ثم هوية نتاع جمعية الحقيقة ما عادش فما، ثم العادة أن الصفاقسي يكون خاسر واحد بلاش ولا حاجة يعمل رياكسيون. اليوم كي مع اشترا رياكسيون يعني في ملاعبيه، تشوف ملاعبيه نونشالانس يعني نونشالانس كيف تلعب، فهمتني؟ ما فهمتش انا شنو هو الحاجه اللي تخلي ملاعب الحقيقه في كومبيتيسيون كيما هذه اللي اليوم باش توريه في الافريك وتفرج عليه ناس وحتى الفالور نتاعو يطلع وكل شيء، ما عملش رياكسيون. دونك انا الحقيقه اللي راهو لازمه كيما هذه زاد فيها جزء كبير من اللاعبين يتحملوها الحقيقه. تحمل المسؤوليه الملاعبيه، شفت معناتها غياب روح في المقابله شاكر؟ بالطبيعة كترى روح كي من هذه الحقيقه، كترى روح نتاع ملاعبين فماش رياكسيون حتى الجوار حتى للروح هو، فهمتك؟ حتى الهويه نتاعو هو، حتى على اسمه، حتى على حاجه، حتى على الجمعيه اللي يلعب فيها، راهو نادي صفاقسي، راهو حتى كي كانت تخسر كانت اموا تلعب، حتى الناس تخرج فرحانه. اليوم في الشارع الرياضي كتشوف في نادي صفاقسي الجمهور، شوف رياكسيون نتاع الجمهور، ما مش فرحانين من عندهم برشا الحقيقه، ما مش فرحانين عندهم برشا يعني، ما مش فرحانين بعد خروج انيس وجا المدرب الاسباني. انا كرا محمد سولا مع انيس بوجلبان كيفاش كان يلعب، كيفاش الرونتمون نتاعو، كيفاش راه اليوم، ما يعني ما فهم جوار بكاليتي هذيك الكل يتيح للنيفو هذاك، يعني تشوف فما حاجه فما حاجه ما تعرفش شنو الحقيقه، ما تعرفش. هو النونشالونس اللي حكيت عليه انا شفته في لقطه، ما نعرفش لاحظتها ولا شاكر. مستحيل سولا يرجع مع مع الظهير اللي معاه، معناه ديما بن علي مسكين شفته في لقطه مع زوز، عنده ديسيبلين تكتيك معين انيس الحقيقه، عرف يتعامل برشا انيس الحقيقه قبل، عرف يتعامل برشا مع سيرتو مع محمد سولا ومع الكاليتي نتاع اللاعبين الموجودين في نادي الفاتي الحقيقه، فهمت؟ لان راه اللي خروج انيس بوجلبان في الفتره هذيك كان ينجم يخرج مش الوقت هذاك الحقيقه، اي انترنور ماهوش باش يطول في جمعيه، تعرف احنا في تونس جمعيه يبدلوا برشا لي انترنور، كان ينجم يخرج انيس اما مش في الوقت هذاك الحقيقه. التشخيم دوب التشكيل اللي بدات تشوفها الامثله هذيك شاكر؟ والله الراي انا الحقيقه ماهيش كيف الامثله كان ثابت الحقيقه اللي كيف هذيك، شكون كان نجم يعاون وما بطش؟ انا تمنيت مثلا ايدو كان يلعب من الاول، تمنيت مثلا الحقيقه شوات تمنيته يعني على البنك وبعد دخل، تمنيت محمد علي مصري يلعب من الاول، علي موجود في نادي صفاقسي اليوم نعطيك راه يعني تمنيت كانت نجم تكون ليكيب بريه خير من هذيك الحقيقه. بون شوا نتاع اونترنور راه كيك الحقيقه نحترموه حماد الدو، خاطر نتصور حمادي حبيت يعمل ليكيب خير من هذيك شويه، خاطر يعرف ليكيب بالباهي.
بون جاء لقى يعني الحقيقه ظروف صعيبه ياسر ياسر، تعرف في منصف مريض وجمعية تعدى بريود صعيبه و الظروف الكلها الحقيقه ضد ميديس فيتي. هو شاكر ذا، وحتى الفريق المنافس ملاعبيته كيف كيف، ظروف صعيبه كيف كيف ملاعبيته. نعطيك معلومه، 9 شهور ماهمش خالصين. نعرف يا اسامه، ما كتشوف الروح اللي عندهم. هذا الفرق صحيح، هذا الفرق اللي عندهم صحيح. تشوف ناس مش خالصه من هوني وناس مش خالصه من هوني، تشوف رياكسيون تاع الملاعبيه هذوك، تشوف رياكسيون تاع الملاعبيه هذه، راهو ثم فرق كبير ياسر. راهو مش ساهل غدوه راكش تلعب يعني ماتش ريسبول، ما ثم حتى شيء صعيب في الكوره، راهو كيما ماركاهولك باش تماركي لهم، اما راهو مش ساهل كيما تتخيل الناس. حكيت على ايدو شاكر في ذا الشوات ذا لنقطة استفهام غضب كبير عليه من الأحباء، فما نقطة تقريبا الناس كل أجمعت اللي فراس بون، الناس كل نقولوا ملاعب كبير، ملاعب واعد، ملاعب عنده ديكاليتي بهين، لكن ساعات أنت تعرف ملاعب ساعات ما تمشيش معاك الكرة. أنت كي جبت البينالتي وضيعت قبلها مع السيابي ذا اللي بينالتي أخرى، علاش أنت تشوت؟ لا الحقيقه يا سام، هذه الحاجه هذه نورمالمون ثم هما في الفرينو تكنيك ظهر لي عندهم بريمير تيرير ديزيم تيرير تروزيم تيرير، فهمتني؟ ما نعرفش شكون اللي عطاه بريمير تيرير باش يشوت هو ولا ديزيم تيرير. بون يتحمل مسؤوليته الحقيقه في الحاجه هذه، نتصور كان ماركاها بتاتر يعمل رونت اخر لاك الرونتمون تاعو ويعمل رياكسيون باهي وكل شيء، لكن تعرف لو كيما ماركيتش بونتو في كومبيتيسيون كيما هذه في الفتره نتاعك انت زاد الحساسه اللي يعني تتعدى باهي وكل شيء، نتصور صعب على روحه صعب على روحه برشا حاجات حقيقه. في الشوات اللي كنت وسم فيه الخير ويعني برمي الناس حقيقه اللي نشجعه ونمن به برشا في الكوره الحقيقه، فهمت؟ لكن عنده بريود كبيره يعني تعدى باساج رابيد، نتصور بعد ما مرض بالكورونا الحقيقه تعدى باساج رابيد كبير ياسر، فهمت؟ لا تكونت مانيت وانا حبيت تدخل مثلا تعبها منيت 25 منيت لو طون يرجع يعني بشوي بشوي، فهمت؟ ويدو في فورما معناتها البريود الاخرى تقريبا عدى مقابله باهين، معناتها نورمالمون نقص تفهم غياب وعطى شكل اساسي. يدو تعدى فترة صعيبة على الأول أول ما جانا الفريق، لكن من بعد فرض روحه في الإكيب، وبالنسبة لي أنا كان ينجم يكون يلعب يعني جرون تيتيلير كان ينجم يكون يعني ما يتنحاش الحقيقة، خاطر ملي زاد تكون الحقيقة الباهيين في تونس وفالور سير بالنسبة لي أنا في الإكيب، نحكي على روحي يعني نمن فيه برشا في الكرة الحقيقة، زاد تكون يعجبني اليوم في لكن تعرف أنيماسيون أوفونسيف نتاع نادي الفريق في الكاليتي نتاع لي جور اللي عندنا في الوسط مع كل شيء. لا تكون اليوم ولا في سيزيس يتعب باش نجم يماركي بونتو، فهمت؟ هيك الحاجه الخايبه ولات في نادي الصيغتي في الكونسير يعني في الكونسيرفاسيون في الكوره، ما عادش عندنا ما عادش نخلقوا برشا كوره، ما عادش نجم نتريزوا برشا كوره، الكوره وسطيه برشا يعني في اللي كانت العكس قبل. كانت العكس قبل. هزيمه شاكر في صفاقس، كيفاش تشوف مقابله الاياب؟ قادر على العوده سي اس اس؟ والله ما فماش حتى شيء مستحيل في الكوره يا اسلام، تعرف اليوم جمعيه كما يعني بالنبوء نتاع نادي الصفاقسي الحقيقه بالاسم الكبير اللي عندها، لكن انا نتصور كان يلعبوا بالرونتمون هذا ما نتصورش كان ينجموا حتى يفوتوا سونتر في الدائر الحقيقه مع كيف احتراماتي لهم. نتصور ملاعبيه لازم يراجعوا رواحهم ويعمل كل جوار الحقيقه يزيد يلعب 100% في الدائر ويحاولوا يفرحوا الناس الحقيقه اللي وقفت معاهم لمده طويله، تعرف جمهور نادي الصفاقسي يعني وقف مع ملاعبيه الحقيقه بطريقه كبيره يعني الحقيقه، فهمت؟ وقف معاهم بالباهي ان شاء الله هما خويا يهديوا لهم الحقيقه في يعني في الرتور ان شاء الله يعملوا رياكسيون كبيره ويهديوا لهم اموال ترشح على الاقل. فنيا شنو لازم يبدل حمادي الدو في الاختيارات نتاعو في التشكيله في الانيماسيون نتاعو، في شنو لازم يتبدل بين الذهب والاياب؟ والله الحقيقه زي ما هو بدات قريب برشا ليكيب ويعرف النيفو نتاع لي جوار في الانترامون وكل شيء، الحقيقه يمشي يلعب برشا اوفونسيف غادي يعني في الدائر يلعب يعني سوبر لوتو يمشي يلعب في الدائر ما عادش عنده ما يخسر، فهمت؟ ما عادش عنده ما يخسر الحقيقه، فهمت؟ لازم يوري الهويه نتاع نادي الصفاقسي كي العاده تفرض روحها لبرا وتمشي تلعب وتربح وتجيب الربح، اليوم ولات تخرج لبرا تشوف انت رار وربحت ماتش ولات، فهمت؟ لبرا اي يعني ملاعبيه لازم يمنوا برواحهم اليوم باش يلعب لبرا شباب القبائل ولا اي كيف لبرا، لازم تمن بروحك وتمشي تفرض لعبك لبرا، وان شاء الله الليجان الموجودين الحقيقه في نادي الصفاقسي اليوم نحكي لهم حاجه اللي راهي الفرصه اللي عندكم اليوم باش تلعبوا في ليكيب سينيور في نادي الصفاقسي راي ما تعطاتش برشا للملاعبيه قبل. راي فرصه اليوم ان شاء الله وياخذوها الفكره يعني الحاجه هذه بعين الاعتبار، راهو فرصه اليوم باش تلعب في كيب كبيره كيما نادي الصفاقسي في كيب سينيور باش تحقق لك برشا حاجات في طموحاتك الحقيقه. لاموا يوصلوا فينال في الكومبيتيسيون هذه ويفرحوا الناس اموا بعد خسارتهم الحقيقه ديزيام بلاس.
لكي الصفاق سي اس اف غالي خاصت مع في بارادو كيف كيف مع المولديه مولديه العلمه ايضا في المجموعات نتاع مع الشامبيونز ليغ مع نادي مولديه العاصمه ظهر لي الفرق الجزائريه ولات كل عقده السي اس اس شيك لا مش عقد سام الحقيقه ما هي خرجت معاهم لكن في دي كونديسيون معينه ريت النادي فاس خرجت مع بارادو في دي كونديسيون معينين سي اس اس تعدت على مراحل تعدت المشاكل اللي تعدت بها تعدت في مراحل جات ضدها تحسها كاني يعني المشاكل جاتها في وقتها دونك ان شاء الله ما يعني ما تواصلش خاطر كنا الاكيب الجزائريه قبل الكل ربحناهم قبل أيه ما كان نتصور عقدة متاع سنين لكن احنا الحقيقة قبل ربحناها بالكل وتعدينا عليهم في الجزائر شباب القبائل ربحناها في الايامات قبل ربحناها في الصفاقس وربحناها في الجزائر ويعني وترشحنا عليها في الوصلنا في اللي فينال وهزينا معاهم برشا ماتشوات الحقيقة لكن في الفترة هذه الحقيقة العامين ست سنين هذوما اخويا الناس تخدم ربي عينهم انت كي ترى الجوار الجزائرية في تونس تشوف لي رونتمون تاعهم وكل شيء ترى اللي هما الحقيقة نتصور قاعدين يخدموا بالصحيح واحنا في تونس قاعدين نخدموا بالغلط متفائل نراجع رواحنا متفائل نراجع رواحنا خاطر احنا ديما في مخنا اللي احنا احسن ناس اقوى عباد في الكوره ونفهموا برشا ونعرفوا برشا لكن الناس السلام قاعده تخدم برشا يخدموا ساكتين احنا ماناش نخدموا نتكلموا برشا صحيح احنا كنا بدنا نحكيوا في الكوره نحسوا رواحنا احنا اقوى ناس في الكوره لكن مش صحيح السلام ثم التيران هو مرايه راهو التيران يوري الناس كل اسك انت وي ولا لا صحيح خلينا نحكيوا على ليزيكسترا سبورتيف خاطر راك انت كتشجع معايا كروين وتشدها في يعني في تيرام تاعك وتربحها كروين الناس كلها تصفق لك يكذب عليك راهو الناس كلها تصفق لك راهو صحيح احنا مشاكلنا كلها على ليزاربيتراج وهذا عمل لي وهذا يدي دونك حكايه فارغه الحقيقه فهمت اللي يعمل كيب سوليد وكل شيء نجم يعمل بها القرار الحقيقه في الكوره راهو بالضبط متفائل شكرا والله متفائل اسلام انا في الكوره الحقيقه متفائل برشا الحقيقه ما نكذبش عليك وسيرتو مع جمعيه تحبها وكل شيء وتمن اللي هي تنجم توصل لكن ديما نعاودك اسلام بالروح هذيك حتى ولو انت ما عندكش كاليتي كبيره راهو ثم روحي اللي تعمل البلوس في الكوره راهو روح تنجم تعمل البلوس اعطينا برونوستيك نتاعك قداش سكور يوفا والله سكور نتصور سيسيس مش تعمل زوج بلاش الدير ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد يعطيك صحة شكرا لك شيك البرقاوي على كل الاضافات الفنيه اللي قدمته لنا بخصوص مقابله سي اس اس في شبيبه القبيل بالتوفيق ان شاء الله للنادي صفاقس في المقابله الاياب ان شاء الله باش تكون الاسبوع القادم في تيزي ويز وفي الجزائر ضد شبيبه القبيل ان شاء الله تدارك نتيجه 1-0 ايضا بالتوفيق للترجي كيف كيف في مقابله الاياب ضد شباب الوزداد زوج فرق جزائريه فازوا في الذهاب على زوج فرق تونس ان شاء الله العوده للفرق التونسيه والتدارك في مقابله الاياب رغم ان الفرق هذو ماهمش حتى في صدارة البطولة في الجزائر فرق وسط الترتيب فرق ترجي الأول في تونس السي اس اس الثالث إن شاء الله بالتوفيق اليوم في مقابلات العودة هكا نكملوا فير بلاي اليوم شكرا من السيسي في الإخراج أيضا تقوى المديوني في الإخراج الرقمي أجمل تحيات إسلام المدبر